السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير متابعين قناة فريق صقر. معكم باسم وولد حسن، راجعين لكم اليوم بمقطع جديد وهو من مقابلة لاعبين الفريق. مقابلتنا اليوم كانت مع حمان واستمتعنا معه كثير، وإن شاء الله أنكم تستفيدون من الأسئلة اللي سألناها إياها. إذا عندكم أي اقتراحات للمقاطع المستقبلية أتمنى تضيفون حسابنا بتويتر تيم صقر، راح يكون موجود تحت بالأسفل، أو اكتبوا أي اقتراحات تبونها في القناة في المستقبل اكتبوها تحت بالكومنتات. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه لأساس يوصلكم كل جديد. مشاهدة ممتعة بإذن الله. حمان، مرحبا. حمان، مرحبا. يلا حي علومك. طيب الحمد لله، شخبارك أنت؟ زي اللوز. ها، جاهز للأسئلة الطحن؟ ايه جاهز. جوي. طيب يلا بالبداية عرفنا عن نفسك وعرف متابعين عن نفسك. اسمي عبد الرحمن، من البحرين، عمري 15، لاعب محترف في تنسق. ما شاء الله 15 جايب كل البطولات والعرق ذا كله. طيب انا والله توي ادري ان عمره 15 يا اخوان. طيب نبدا بالاسئله يلا. طيب هل في لعبه ثانيه انت محترف فيها غير فورتنايت؟ لا والله حاليا بس فورتنايت. حلو. طيب مين افضل لاعب عربي وعالمي من وجهه نظرك؟ افضل لاعب عربي يونكس، وبالنسبة لي أفضل لاعب عالمي هو دي. اللي هو؟ دي، لاعب كنترولر. ممتاز. طيب أكثر شخص تحبه في فريق صقر؟ ما في بين اثنين، هو يا راث يا فايسي. فايسي لأنه مدير الكونتنت يعني ولا إيه؟ لا بس أنا علاقتي قوية وياه. طيب هل بتروح بيت صقر قريب إن شاء الله؟ إن شاء الله بالمستقبل إذا كبرت بإذن الله. طيب هل تحس أهلك فرحانين باللي تسويه أنت وكانوا داعمين لك في بداية مسيرتك كلاعب محترف أو ككومبتيتيف بلاير؟ والله في البداية ما كانوا يدعموني، كانوا كله يقولون لي أوقف، بس إن أول ما يعني طلعت إيرنينجز طلعت إيرنينجز في الكونسل. إيه. أول ما طلعت إيرنينجز بدأوا يدعموني والحين مستانسين فيني، بس أهم شيء درجاتي، يعني درجاتي بعدين اللعب. صحيح، لازم تحرص على الشيء هذا، بس هو يكون الشيء هذا اللي هو ككومبتيتيف بلاير لازم يصير شيء ثانوي، عرفت؟ وهو اساسا بزنس من ناحيه ثانيه، فالواحد يعني يقدر يخليه مصدر دخل له، عارف. طيب كيف دخلت صقر ومن دخلك تيم صقر؟ دشيت صقر قبل يوم كان اسمه ادعم، واللي دخلني صقر كان فايزي. ممتاز. طيب حمان، ليش ما تحاول تلعب هاي كل أقيامكم؟ حتى لو كانت عندك فرصة ما تمسك هاي ما تمسك، لأن الهاي يعني مو كل جيم إنه يمديك تمسكه، واللو جراوند يعني إحنا متعودين عليه من قبل. إيه؟ ولا يعني 50-50 يعني كله لازم تفايت على هاي، يعني أضمن لك اللو جراوند. يب، إحنا نعرف اللو جراوند عدل، والناس اللي يعني ما عنده موارد ولا شيء ينزلون تحت تقدر تذبحهم تحصل موارد ونكمل يعني في الجيم. جميل. طيب هذا سؤال، متى راح تبدا ستريمينج وراح تبدا ترفع مقاطع باليوتيوب باذن الله؟ ان شاء الله في الاجازه الصيفيه اذا عقب ما طور البي سي مالي ابتدي باذن الله. خير. طيب حمان، هذا سؤال من عندي كيسته. اذا في شخص مثلا عجبه مستوى لعبك وحاب يطوره، وش تنصحه او وش توجهه وش يسوي؟ ما يشوف ريبلاي حق بطلات اللي سوي زين فيهم. الو. يب، ويشوف يشوف شو طريقة لعبي، يعني حبة حبة كذا يشوف مقاطع قصدك تابع لك وزي كذا ويبدأ يتعلم منها. يب. طيب حمان، من كان قدوتك قبل ما تبدأ مسيرة الكامب؟ اللي كان قدوتي قبل كان سباي، كنت أنا كونسل يعني كله أفتح تويتش أشوفه بثوته ويلعب الكشكبات، عجبني لعبة، هو اللي خلاني يعني أبدأ كامب يعني لعبة وشي استمتعت. ممتاز. يعني انت تنصح اللاعب يعني انه يكتسب مهارات او خبرات من شخص معين بعدين يبدا يطبق؟ اي، هاي لازم 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 تتعلم من الاخرين باذن الله. طيب حمان، عندنا سؤال هنا يقول، وش اول بطوله جبت فيها المركز الاول؟ اول بطوله جبت فيها المركز الاول هي بطوله دو كشكب ويا هيف. طيب حمان، كيف تعرفت على هيف وسبيدي؟ هيف تعرفت عليه في مقهى، يعني مقهى تلعب، يعني أول مرة كنت أجرب بيسي رحت مقهى وشفته، يعني كان يعني لعيب في تشامبيون ليج، رحت تحديته 1v1 ومن ذي اليوم صرنا صغار. حلو. وسبيدي تعرفت عليه، كنا نلعب 2v2s أنا وصديقي اسمه ماجد، كنا نلعب 2v2s ضد، لقينا ماري شفنا هيف يعني في سبيدي أتلانتس لعبنا 2v2 وبس، من ذي اليوم بدأ يدش علينا.
يعني صدفة كلهم الاثنين ها؟ اي كلهم صدفة. نايس. طيب حمان هنا عندنا سؤال يقول وين راح يصير اتجاهك بعد فورتنايت؟ عقب فورتنايت اتوقع اني بوقف يعني العب وابتدي اركز على دراستي، يعني انا بكون يمكن في جامعة ولا في اخر صف اتخرج، يعني بحاول اركز على دراستي اكثر شيء. ممتاز، يعني انت حاصر لعبك او المفهوم الجيمينج عندك بشكل عام حاصره كله على فورتنايت، يعني مستحيل تنوع؟ يمكن انوع والله ما ادري، يعني ما في لعبه حين بالي، بس اذا يعني حطوا لعبه يعني حلوه فبشري يمكن العب، بس بقل وقتي لان بركز اكثر على دراستي. الله يوفقك يا حبيبي. طيب حمان عندنا سؤال هنا يقول من افضل لاعب كنترولر بالشرق الاوسط بالنسبه لك؟ هو مو وايد معروف، بس اكثر واحد يعني عجبني لعبه واحس انه قوي واحد هو احمد، اسمه هاور احمد. باور احمد؟ لا هاور احمد. هاور احمد. طيب حمان هذا شخص سأل سؤال، هل ناوي تطلع من كراقي في المستقبل؟ والله كراقي من اول ما نزلت بدأ ننزلها، يعني ما اتوقع اني بطلع منها. انا مدري ليش قاعد اضحك بالسؤال هذا، حسيت انك يعني دايم في ذاك المكان محشر للعالم. طيب حمان عندنا سؤال هنا، بالنسبة لك من أفضل تيم ينزل كراقي من بعدك؟ الشخص هذا مرفع فيك يبدو، مدري مقتدي فيك أسلم. أفضل تيم أحسه باكي ماكود كنادا، أنا متعلم يعني حشون يلعبون كراقي منهم. طيب حمان هنا عندنا سؤال من فايسي يقول كم أعلى مبلغ طلعته من فورتنايت؟ أعلى مبلغ طلعته من فورتنايت هي 2500 لي، 200 حق كيف كنا نلعب كنا بطل الدو. هذا من جميع البطولات ولا من بطولة واحدة؟ لا هاي من بطولة واحدة. ما شاء الله. طيب حمان هنا وصلنا معك لنهاية المقابلة، شكرا يعني لقبول الدعوة، وعسى الله يسعدك، استمتعنا معك كثير، وحاب توجه كلمة قبل ما نختم. سووا سبسكرايب لايك وشير. اسمع الكلام شباب. يلا يعطيك العافية يا حمان حبيبي. شوفكم على خير وعافية يا أخوان. أتمنى أنكم استمتعتوا في المقطع، بس قبل نهاية المقطع حبينا نقولكم أن الحين تقدرون تنضمون لمجتمع صقر في اليوتيوب. طبعا الأغلب راح يسأل ليش ننضم وهل لها فوائد؟ طبعا فوائدها أنك راح تشاهد مقاطع صقر قبل الكل، وراح يكون عندك إيموتات خاصة بالفريق، وأهم شيء أنك راح تحصل فرصة أنك تلعب مع أعضاء صقر.